في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الذي يشرفني أن أكون ضيفا عليكم في هذه الساعة في بيوتكم، وأنتم خير يعني كرماء ترحبون بنا في مثل هذه الساعة من برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة التي أدعو الله لهذه البيوت جميعها أن يوفقها رب العباد لما يحب ويرضى، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يأخذ بيد أبنائنا وبناتنا في الامتحانات، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن ييسر أمور المسلمين، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يجعل كل المسلمين قلوبهم على قلب رجل واحد. رب العباد ولي ذلك وهو القادر عليه، وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الجنس العربي وهو يعني مادة الإسلام جنس فيه يعني شيء من السخونة، الانفعال، الاقتراب إلى الغضب منه إلى الهدوء. الجنس الغربي قريب إلى البرود أو إلى الهدوء إن شئت فقل. نحن جنسنا العربي جنس يبدو أو البيئة العربية أو الجينات العربية الكروموزومات العربية البنية التكوين العربي الطينة العربية يبدو طينة ساخنة، فمن صلصال بس ساخن. ردود أفعالنا لا تنم عن هدوء ولا تنم، وإذا هدأنا يوما غضبنا أياما، وإذا سكننا لحظة ثرنا لحظات. قضية الانفعال السريع أو الغضب قد يحيط بالإنسان في بيته وخارج بيته أمور كثيرة تجعله يغضب. فيه ناس وهؤلاء هم الصالحون يغضبون لله، كما كان عليه الصلاة والسلام يغضب إذا رأى حرمة من حرمات الله تنتهك. هذا هو الذي كان يغضبه حتى ينفر منه العرق الهاشمي. أول ما يجد العرق الهاشمي نفر من جبهته صلى الله عليه وسلم يعرف أن الرسول غاضب لأمر يخص الدين، لم يغضب لنفسه قط ولم يقتص لنفسه قط، وإنما كان يغضب لله، يرضى لله ويغضب لله. فهكذا هو المؤمن يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا فيه في البيوت أمور عجيبة. أحيانا يتدخل أهل الزوج أو أهل الزوجة في البيت، سواء البيت جديد أو البيت له سنوات، دائما الزوج على اتصال مستمر بما تقوله وتنفيذ مستمر لما تقوله أمه أو أبوه أو أخته. وهكذا أيضا بعض كثير من الزوجات أيضا ما قالته أمي فهو الصواب، وما قاله زوجي فهو الخطأ، ما تراه أمي هي الرؤية الصحيحة، وما يراه زوجي هو كوابيس وترهات وكلام يعني لا يسمن ولا يغني من جوع. هنا يثمر هذا عند هذا وعند ذاك شيء من الغضب. إذا غضب الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الذي أراد أن يوصيه وقال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. الإنسان لما يستوعب من أمامه ويعتبر أن من يتعامل معه بشيء من الثورة أنه مريض، يعني حتى في الإدارات في المؤسسات وفي المصانع وفي المدارس وفي الجامعات وفي المزارع في أي مكان والأماكن العامة والخاصة، إذا ثار مدير العمل على موظفه ورفع المدير صوته وإلى آخره، فليعلم الموظف أن المدير في أضعف حالاته، وأنه عايز علاج، وأنه متعب نفسيا، وأنه مهدرة كرامته في بيته، وأن يعني المسألة عايزة إيه استبيان، لأن قد يكون الأمر الذي ثار المدير عليه أمر لا يستحق كل هذا، وربما تحدث مصائب كبرى في المؤسسة ولا يحرك المدير ساكنا لهذه المسألة، فيثور في التوافه ويهدأ في النوازل وفي الكوارث. فهذا إنسان يريد عيادة نفسية يعالج بها، سواء كان هذا المدير على مستوى الوزارة أو الإدارة أو أي شيء سبحان الله. طيب أحيانا
الزوجة تقع بين براثن الأب القاسي، الأم المتسلطة، الزوج العصبي، فتصبح في مثلث خطير. عندها أولاد وعندها مسؤولية، ولكن غضبها يؤثر على أدائها، وإذا قيل لها لماذا أنت غاضبة تتعجب وتثور أكثر، لأن لا أحد يشعر بها ولا أحد يشعر بغضبها. هكذا مثلا تأتينا مشاكل كثيرة. الزوجة المدمن ماذا تصنع؟ تقول أنا زوجي بعد ما كان مستقيم وكويس اتلمت عليه واجتمعت حوله شلة الأنس ورفقاء السوء، وبعدين بدأ يدخن، وبعدين بدأ يتعاطى الأرجيلة أو النرجيلة أو الشيشة أو سميها ما شئت، ثم بعد ذلك دخل في قضية إيه؟ الإدمان للمخدرات وهذه الأشياء المهلكة التي حرمها الله ورسوله. ماذا تصنع هذه الزوجة؟ لابد أن تغضب، أمر طبيعي، ولكن غضبها هل يصلح إدمان زوجها؟ بالطبع لا، بالعكس، تهدأ وتسأل أهل التخصص، تسأل علماء الدين، علماء النفس، علماء الاجتماع، الكبار العاقلات من النساء وهن كثيرات، العقلاء من أهل الخير وهم كثيرون الحمد لله. كل هذا يعني تأخذ منهم كيف تتعامل مع هذا، لأنه مريض، والمريض كيف نتعامل معه. أحيانا الزوج يغضب لأن زوجته شكاية كثيرة الإيه؟ يعني أنانة كثيرة الأنين، دائما تئن، دائما تتألم، أذني، سمعي، بصري، شعري يتساقط، يدي ترتعش، ركبتي لا تحملني، أريد أن أصلي جالسة، قدمي يؤلمني، الجو حار اليوم. الله، فرجع عيني مرة يسمع ومرة يبتسم ومرة، وفي الأخير خلص إيه؟ إما أن يغضب أو إما أن يترك البيت. أحيانا الأزواج يأتون ليشكون من كثرة شك الزوجة فيهم، أو الغيرة القاتلة، أو التلصص عليهم والتجسس والبحث عن الثغرات. وقلنا إذا شككت فلا تحقق، هذه إنسانة تفتح على نفسها باب شر، فما تخلي أبواب مغلقة وهو كامل عاقل رشيد. يعني هو الزوج لما ينكشف أمام زوجته، هل يعني السؤال ببساطة لبناتنا الزوجات، أليس هذا مدعاه أن يثور وأن يغضب؟ ولأنه هو عندما تنكشف أموره الغير طيبة، أمر طبيعي لابد أن يكون رد فعله قاسي جدا. رد فعله القاسي هذا ليس في مصلحتها، فماذا تصنع؟ الله قال لها ولا تجسسوا ليه، لأن أنا شخصيا أدعو دائما للأزواج، ولا أقول هذا رأيا من عندي ولكن استنباطا من أحكام الدين، أن لا يجوز للرجل أن يفتح حقيبة يد زوجته لينقب ما فيها. لا، مش مهمتك وليس من حقك. ده أنا مش من حقي أن أنظر في كتاب أخي بدون إذنه. لو واحد قاعد جنبي كده وهو يقرأ الصحيفة أو الجريدة في قطار أو في مواصلات عامة أو في مكان عام، لا يجب أن أنظر إلا إذا أذن لي. هذا هو أدب الإسلام. فما بال أننا أنقب عن سبحان الله في حقيبة، هذا كلام غير مطلوب. لا، تنقيب في حقيبة الزوجة، في هاتفها الخاص، في لا، ليس من مهمتك يا أخي. ليه؟ ولا تجسسه. كلام أيضا للزوجة، لأن أنت تفتح على نفسك فتح، لأنه هو قد يضطر الأمر أنه يلف ويدور في كلمتين تنتج بعد كده مشاكل وصراعات داخل البيت، والأولاد يلاحظون كل هذا ويتبخر المودة، تتبخر من والرحمة تتبخر من الطرفين، وعندئذ يعني لا 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 نصبح مسلمين أسوياء. أيضا كثير من الزوجات تشتكي من قضية أن هل هي عليها فرض أن خدمة أهل الزوج لما يأتوا، يعني أهلا وسهلا وترحب، هل 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 عليها أن تطيعهم؟ لا، هم ليسوا رحما لها، بس هي تصل زوجها في 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 أخته وفي أمه وفي أخيه، لدول أهله أبوه. يعني سبحان الله، يعني عندما تقرب الزوجة والد زوجها أم زوجها، بالله عليكم، مش ده شيء طيب؟ ولكن احنا لما نخترع من عندنا أمور، هذه الأمور ليست في دين الله، نتعب جميعا. كيف؟ يعني داخل علينا مناسبة عجيبة جاءتنا من عند البهائيين، ويسمى عيد الأم.
عارفين عيد الام ده الغم والهم اللي يدخل على البيوت من طريقة اننا اخترعنا اعياد ليست في دين الله بشيء. بعض العلماء الفضلاء يقول والله مش مشكلة ان الواحد يبر امه في يوم معين وياخد لها هدية. اصبحت الهدايا للأسف الهدية عند الغربي بما تدل عليه، وردة جميلة، شيء هدية جميلة، زيارة جميلة، خلاص. لا، نحن نقيم في بلاد العرب الهدية بقيمتها المادية. ولا زوجة ابني جايبالي هدية يقول لي يا امي كل سنة وانت طيبة وخذ الهدية بثلاثة جنيه ولا باثنين دولار ولا بخمسة درهم. والله انت لا تستحق هدية ولا شكلك شكل اعياد لام وانت عيد غم. وان الله وان اليه راجعون. يعني المسألة اخترعنا امورا من ذواتنا ومن عند انفسنا لا دخل لها بدين الله عز وجل واصبحت حقائق. يعني اصبح الرشاوى في المدارس عن طريق ان التلميذة تأخذ هدية للمدرسة المعلمة اللي تعلم البنات القيم والمبادئ، فده هدية عشان ايه؟ عيد الام. الصف كله 30-40 بنت وولد ياخدوا الهدية. طب دي رشوة، رشوة. والمعلمة تاخد الرشوة حرام وتشتري بها خمار عشان هي محجبة، ونقاب عشان هي منتقبة، وتشتري سبحان الله اسدال الصلاح عشان تصلي النوافل، وربنا قبل الفرض منك لما يقبل النافلة. المهم يعني الكارثة الكبرى ان من لبس ثوبا حراما بعشرة دراهم فيه درهم حرام، ثوب بعشرة دراهم فيهم درهم حرام والتسعة حلال، لا يتقبل صلاة طالما هذا الثوب انا ارتديه او امتلكه. فاذا المعلمة مرتشية، والمديرة المدرسة اذا قبلت هذا فهي ساكتة عن حق، والساكت عن الحق شيطان اخرس. فاذا اخذت المديرة كمان هدية فهي رئيسة قسم المرتشيات، وهكذا في كل عمل هدايا العمال غلول. فاذا القضية ان احنا بنؤلف من عندنا امور يعني سبحان ثم نتعب يعني نغضب لها سبحان الله. احيانا يضع اهل الزوج او اهل الزوجة انوفهم في حياة ابنائهم، وهذه خطيرة، وتسير الحياة وفق البيت الاول الخرب. هو مش بيت، هو بيت العنكبوت تعشش فيه افكار الجهل بالقيم، حتى وان كانوا على ارقى درجات العلم، لكن التصرفات تدم عن ايه؟ عن جهال. احيانا الزوجة تبتلى بزوج متمارض، دائما يدعي المرض، انا لا ارى، انا لا اسمع، انا لساني اصبح ثقيلا، انا اعصابي مرتبكة. يا اخي اتق الله، اشكو من يعني اشكو الى الله عز وجل، لا داعي لان تشكو. سبحان الله، الشكوى في قليل الامر الناس لا تسمع لك. الزوجة يجي لها حالة من اليأس ومن الاحباط، والاولاد هيبتدي الاب في الشكوى، هيبدأ بقى يقول الحقوني انا مش قادر، يعني اوقفوني اسندوني، وهو قادر على الحركة. عمار بن ياسر 92 سنة يقاتل في المعركة ويقفز على الفرس كابن 20 سنة. عمر الله يرضى عليه كان عنده 60 سنة يرمح بجوار الفرس ممسكا اذنيه، فاذا رمح الفرس باقصى سرعة قفز عمر فوق الفرس بدون سرج وهو في 60 من عمره. ليه؟ لان الشكوى وباب الشكوى لم يعرف طريقها عمر. عمر لم يعرف الطريق، ولكننا يجب ان نعرف الطريق. ولكن كيف نحن نريد الا نغضب، ولكن كيف لا نغضب وهذه الامور من حولنا؟ هذا مدار حديثنا باذن الله رب العالمين. ولكن بعد الفاصل، لا تبتعدوا عني كثيرا، عودوا الي بعد الفاصل ان شاء الله لنقول كيف يتوطن او يوطن الانسان نفسه على عدم الغضب، واذا غضب كيف يرضي نفسه ويرضي من حوله. اهلا بكم ان شاء الله. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
كيف تقرأ القرآن لتتدبر معانيه؟ سوء العذاب غير التعذيب. كيف تربط بين الآيات القرآنية والواقع؟ الفرق بين أنجيناكم ونجيناكم، أنجيناكم ساعة وقوع الحدث. هل في القرآن آيتان متشابهتان لفظا ومعنى؟ ما من كلمة تبين مراد الله عز وجل إلا بهذه اللغة المباركة. وأخر متشابهات مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الكوبيسي، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت دبي. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن ضبط النفس عند الغضب. أحيانا تغضب الزوجة من أن الزوج إما أنه قاسي متدخل في كل صغيرة وكبيرة في البيت. لماذا هذا الكرسي مكانه؟ لماذا لم تعيدوا هذا الطبق مكانه؟ لماذا هذه الخادمة تصنع كذا؟ هذا السائق يصنع، حاطط أنفه. الله، هذه إدارة يعني. طب ما تقسموا المهام، لكن أنت تضع أنفك في المطبخ وفي طريقة الكنس والتنظيف، طب ما تتدخل بقى في الغسيل وفي كمية الملح الذي يجب أن توضع هذا. هذه كارثة كبيرة. والرجل أيضا يكره المرأة الفضولية أكثر من اللازم، تسأله في صغير الأمر وكبيره، ويمل من كثرة أسئلتها. ورجل قد يكون كتوم قليل الكلام، سبحان الله، لا يريد أن يعني يقول لك وأنا في الشغل أسأل وفي الجهات الخاصة أسأل وكمان في البيت أسأل، وأنا يعني شاهد كده المسؤول الأول في الدولة يعني. طب تسأله يعني، يخلق من كثرة يعني، لا داعي لأن لجيت الزوج يضيق بالكلام ذرعا، خلاص يعني خف شوية، سبحان الله. فعشان ما نقترحش أنا لا أريد من الزوج أو الزوجة تعطيل الحواس. يعني ايه تعطيل الحواس؟ فيه ناس عندها أعزكم الله يعني برود في تلقي الحدث، فلما برود في تلقي الحدث يحيطه غباء اجتماعي. الغباء الاجتماعي يثمر عدم ادراك للمسألة، فتخرج الكلمة كقنبلة موقوتة تنفجر في وجه احد الطرفين، وللأسف يضيع البيت بناء على هذا الايه، على هذا الغباء الموجود، سبحان الله. يعني مثال، يعني انت تتمارض، هل يعني رأيت عطفا من الزوجة او من الاولاد؟ والله لو لم تتمارض وتماسكت تجد حنو وعطف وحنان من الزوجة والأولاد أكثر من أنك تكثر الشكوى. لكن لما تكثر الشكوى يتعود الناس على شكواك، يقول ايه من نص ساعة ما سمعنا منك شكوى، أخبار الركب ايه، أذنك اليمين أخبار، يقول لا والله أقل السمع، وعينك اليمنى، يقول يا سلام أنت حاسس بي. لا يعني ده إله، ده ما مخبول ده ولا فاهم، ثم بيسخروا منك بس انت مش واخد بالك. احيانا تاتينا مصيبه كبيره، وهي ان زوجه تتزوج انسان كثير والعياذ بالله، ليس سب فلان ولعن فلان، ولكن والعياذ بالله سب الدين، والعياذ بالله. العلماء يقولون ان لم يتب تطلب الطلاق فورا، هذا ان لم يتب. ليه؟ خلاص باقي ايه؟ طب سوء خلق وسكتنا، عصبيه وسكتنا، ثرثره وسكتنا، قلب قاسي عطل الحواس، سبحان الله. طب ما يعني هذا الجفاء الذي فيه وصبرت المرأة. طب عندما يصل الى السب، يا الله، بعض العلماء يخرجونه من الملة والعياذ بالله. لا يستطيع الانسان ان يسب موظفا اثناء تأدية عمله، ولله المثل الاعلى، فما بالك بمن يسب والعياذ بالله في بلاد عربية واسلامية للأسف يكثر فيها قضية السب، وكأن الناس تستهين بسبب الدين والعياذ بالله. مصيبة كبيرة وحكمها قاسي. لا أريد يعني أن أزعجكم بآراء الفقهاء، لأن هذا ليس برنامج فقهي، وإنما هو برنامج تربوي ديني اجتماعي أسري. ولكن اسألوا في يعني برامج الفتاوى حكم من يسب الدين والعياذ بالله. في نوعيات من الأزواج والزوجات عندما نرى الطرف الآخر غاضبا باستمرار نسأله لماذا أنت غاضب؟ يقول زوجتي لا تعرف الاعتذار، عندها كبر، الأنا منتفخة، يعني هي
بنت الدوق فلان والماركيز فلان وكده يا سبحان الله. فهذه كارثة. او العكس، العكس الزوج ده يعرف الاعتذار، طب ليه اعتذر؟ اعتذر لحرمة ليه يعني؟ والدنيا خلاص سبحان الله يظهر الطحوت ويهلك الوعول. لا كلام سبحان الله. الكبر يقتل احيانا صاحبه، فلا يعتذر. مع ان الانسان المسلم المؤمن الصادق، بس في نقطة، اذا جئت انا اليك واعتذرت وانت لم تقبل عذري، يقول العلماء لك لن تشم رائحة الجنة. ليه؟ لان انا لما اعتذرت لك تصغرت من نفسي وقللت من شأني، وجئتك سبحان الله يعني وقلت يا فلان زي بعضه، سواء هذا الاعتذار من زوج، زوجة، ابن، ولد كبير، سبحان الله. فبعض الناس عنده قضية الاعتذار دي يعني كبرياء متورمة لدرجة انه لا يتنازل، ما يقدرش اعتذر. ليه يا عم؟ يقول ليه اعتذر ليه يا عم؟ سبحان الله. هذا هو صاحب القلب القاسي، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. واحد قلبه قاسي لا يعتذر. احيانا ايضا كفران النعمة، يقول عليه كفر المنعمين، يعني قال اياكم وكفر المنعمين. قال وما كفر المنعمين يا رسول الله؟ ده في الادب المفرد للامام البخاري. قال ربما يعني لعل احداكن تطول ايمتها عند ابويها، يعني تقعد فترة طويلة لم تتزوج عند ابوها وامها، ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب، يعني سبحان الله الغضبة، فتكفر بكل النعم اللي فات، وتقول ما رأيت منك خيرا قط. يا الله، ده فيه ناس 30 و40 سنة زواج وبعدين بس هنا من الزوج بسيطة، يقطف في وجه الجبين ويساء الكلام عن أبيه وأمه الذين ربوه، ماتوا وأصبحوا تحت أطباق الثرى، وترسل لهم الرحمات بس بالنقص، يعني مش رحمات إياها. وسبحان لماذا كل هذا؟ هذا كفر المنعمين الذي يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا بيكون فيه زوجة وجهها كما يقولون بالعامية وش السعد، يعني ربنا يفتح ليه ويكرمه ويجعل له يعني بنين وبنات وخير ومهنة ومهمة ومكانة اجتماعية، ولكن للأسف الشديد هو نكر الجميل. وده مجهودي تعاملي من عائلتي من قبيلتي، انا ابن فلان عمي فلان وخالي فلان. سبحان الله، هنفضل في هذا الكبر كلنا ان شاء الله لما ننفجر، والبيوت كده لا تصير بيوتا آمنة، بل تصير بيوت كبيوت العنكبوت. لا، احيانا تشكو او يشكو الزوج، يقول زوجتي دايما يا سيدنا الشيخ متأففة. يعني متأففة؟ يعني دايما لا يعجبها شيء. لا لا لا، هذا خطأ. لا لا لا، سبحان الله، ما ينفع يتقدم عريس البنت. لا، ده ثوبه كان في مش عارف كمه مش عارف. يا الله، وفي ناس ربنا سبحانه وتعالى يوقع امام نظرها القبيح ولا ترى الصحيح الجميل. في ناس كده يعني كالغراب يمر بك على جية في الكلاب، سبحان الله، دايما للأسف. لأن في ناس عندنا يعني واخد أخلاق الطيور والحيوانات، فيه اللي يتطوس يعني زي الطاووس كده فرش من ريشه، سبحان الله، مع أن تحت ريشه أنواع من الميكروبات والجراثيم تخوف، سبحان الله. ولو مخلب قوي أو في أظافره لو نشب في جسد الإنسان لمزقه إربا، سبحان الله. لكن منظره يختار كده، يا دنيا نهدي معرفة جد لا إله إلا الله، يتطوس. وفي واحد عنده بلادة في الفكر زي عزكم الله، بلادة بعض المخلوقات، عندها تبلد في الحس، سبحان الله. ف يعني هذا التبلد، هذا التأفف يأتي من أنه لا يعرف الشكر، سواء رجل أو امرأة. ولما يشهر زوجتي دائما متأففة، إذا زارها أهل زوجها أو أقاربه تستشعر أنها يعني هي من عرية القوم، وهم من السوق والدهماء، هي من الخلص، هي من الصفوة، هي من طبقة الإيديت، طبقة النخبة، لكن دول طبقة سبحان لا إله إلا الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لما يجد صويحبات خديجة يفرش لهن عباءته، وإنهن صويحبات خديجة كانت تزورنا أيام خديجة، سبحان الله. عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين لما حضرته المنية ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعني يدعو له، وزعيم المنافقين، ذهب اليه وقال يا عبد الله
أهلكك حب يهود؟ قال يا رسول الله أرسلت إليك لتدعو لي وتستغفر لي لا لتؤنبني. سبحان الله. فقال إني أطمع منك أن تعطيني شعارك أكفن فيه. الشعار اللي هو الثوب اللي تحت يعني اللي تحت القميص، الثوب الملتصق بالجسد. سبحان الله. الثياب زي الثوب الداخلي، عايز من سيدنا الحبيب الشعار اللي يمس جسده الشريف. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه شعاره كي يكفن فيه وكفن فيه فعلا. عارفين ليه؟ لأن العباس لما أسر عم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وكان رجلا طويلا ضخما، فالثياب متسخة من أثر الحرب والمعركة والأسر، فأرادوا أن يأتوا له بثوب، فما وجد له ثوب لأنه ضخم. فعبد الله بن أبي كان ضخم الجثة، فجاء بثوب نظيف جديد وأعطاه للعباس، فحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وفاء منه هذا الأمر، فكأنما يرد الجميل لعبد الله رغم أنه زعيم المنافقين. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما تعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويلع العظماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي زعيم المنافقين، عمل شيء واحد جميل واحد في العباس عمه فما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا بنتي اعتبري ان ام الزوج اللي انت تدعي محبته عملت فيك معروف. عارفين معروف؟ انجبت هذا الزبون، انجبت هذا الكائن، انجبت هذا الضيف، اعتبري اي شيء، انجبت هذا الهيكل الانساني. ها؟ ينفع الكلام؟ اعتبري ان سبب انجابه هذه الام، اشكريها، بارك الله فيك يا خالة يا عمة، سبحان الله اكرمتينا بهذا. مش كان اصعب يوم يوم رايت امك واباك؟ ليه؟ ام وابوه المستوردين من الكيان الصهيوني، دول هم اللي انجبوه، هم اللي كانوا سبب وجوده في هذه الدنيا. اذا القضيه ان يعني بلاش كفران كفر المنعمين، لا عايزين شكر، عايزين عدم التأفف، سبحان الله، مش عايزين، لا نريد القلوب المكنونه، وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعوننا. يا الله قلوب مكنونة، يعني سبحان الله، ده حتى بيسموا الام زوجة الكنة، يعني يكن الانسان، يعني اسرارها، يعني اسرار البيت هي تحافظ عليه. القلوب المكنونة التي يعني مش عايزين، لا نريد القلوب التي سبحان الله يعني في اكنة، بالعكس عايزين القلب اللين، القلب اللي فيه شمس المعرفة، القلب اللي فيه صدق التوكل. لا نريد شكوى مستمرة، لا نريد تأففا، نريد توكلا، نريد صدقا، نريد حسن تعامل، نريد أن نتريض عندما نغضب، نقوم إذا كنا جالسين، نجلس إذا كنا واقفين، نتوضأ، نستعيد بالله من الشيطان. الرجل ينزل إذا غضب يسيب البيت شوية ويرجع، سبحان الله. ولكن إذا كان الغضب كبيرا فلا يجب أن يخرج من الغرفة، ويجب أن يبيت في غرفته. هكذا الأم الزوجة نفس الحكاية، الأم ما تسيبش الغرفة وتروح تبيت، لا، احنا مش عايزين بيوت مهلهلة، نريد بيوتا يرتقوا، يعني ما اتسع الرتق في الثوب البيتي على الراتق، ولكن يرتق بالايه؟ بالصبر والاحتساب، عدم التأفف والشكوى الى الله سبحانه وتعالى. انا اريد ان اقول لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تغضب مني، لاني سوف اتركك الان في فاصل ان شاء الله، وتعود الي مرة اخرى غير غاضب وغير غاضبة. كونوا مع بعد الفاصل ان شاء الله، اهلا بكم. مرحبا احبتي في الله مرة اخرى، وما زلنا نتحدث عن بعض من منابع الغضب عند الزوج والزوجة، ولكن كيف يكبح الانسان غضبه ويكبح جماح نفسه؟ بانه يتذكر كل هذا الكلام، لان الغضب قد يخرج الانسان الى هدم البيت والعياذ بالله رب العالمين. العجيب اننا نرى بعض الازواج من اهل اللؤم لئيم في بيت، بخيل، شحيح، متغطرس، وبعدين تطلب الزوجة الطلاق، يطلق، وبعدين تبدأ تطلب النفقة ونفقة الله. اذا كان لئيم وهو زوج هيكون كريم وهو مطلق ازاي؟ يعني انت يعني غاب عقلك انت واهلك، ولا عندكم خلل في التفكير، ولا ارتكس العقل؟ ما ينفعش. اذا كان هو جوه البيت وهو زوج وحقوق لا يعطيها، هيعطيها وهو مطلق.
ده بيروح يجيب شهادات زور، ما هو اصلا الموضوع قائم على زور في زور، لاننا لم نرقب ولم نراقب يعني كلام الله ونطبقه. شمس عقل معرفته قد حجبت، فاصبح ما فيش شمس العقل، شموس العقول عندما تغيب تظلم الدنيا، سبحان الله. وبعدين في ناس عندها انتكاسة الفطرة، الفطرة تنتكس، يلعب في الساعة البيولوجية، يجعل الليل لباسا معاشا والنهار لباسا، فيرتكس، يصل الامر الى ايه؟ الى حالة من عدم ترتيب الاوقات، تدي هرمون السعادة لا يفرز، هرمون الاكتئاب يفرز، يبتدي تحت عينيه يظهر الاثار التعب، يبدا اعصابه تتوتر، يبتدي سبحان الله غير ناموس الكون. هذه من ضمن الايه اللي بيحصل في البيوت من ايه من اثار العصبيه والتوتر وكثره الشكوى. فانا ارى ان العاقله تصبر، لكن لا تظني ان هو وهو زوج وهو بخيل كيف انه بعد الطلاق يصير كريما، كيف؟ طيب، وعشان نصير من اهل الكرم ان شاء الله نبدا في تلقي الاسئله ان شاء الله. بسم الله. ام عبد الرحمن، السلام عليكم. اول مساله اجتماعيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي ام عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير يا استاذ عمر. يرضى عليك يا رب يبارك فيك. استاذ عمر، انا عايز اسال حضرتك في مساله اجتماعيه يعني. يعني هي ليا صديقه ملتزمه الحمد لله، وبنتها زميلة وصديقة بنتي في الجامعة. طيب. بس أنا اللي فوجئت بالبنت دي شفتها صدفة يعني في أحد الأماكن العامة مع شاب غريب عنها. بعد كده عرفت إنها بتركب سيارته وحدها، بتسيب محاضراتها وكليتها وتطلع تقابله. وبعدين أنا في الحقيقة حسيت بالذنب ناحيتها ونصحت بنتي، قلت لها انصحيها نصيحة بالحسنى بينك وبينها كده. طيب. لكن البنت في الحقيقة في الأول أحرجت كده، لكن عرفت بعد كده أنها ما بطلتش. طيب. فأنا حاسة بالذنب، هل أكلم والدتها ولا إيه؟ خايفة البنت يصيبها مكروه. حاضر حاضر. جزاك الله كل خير. وفي أكبر مكروه من أن احنا نودي بناتنا الجامعة للتعلم يطلعوا مع يعني هو أنت عايز مكروه أكتر من كده؟ إيه المكروه ما. يا طيب حاضر. أم عبد الرحمن جزاك الله خيرا، أنا أجاوبك إن شاء الله. أيوة، خلاص من باص الخيمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يرضى عنك يا بنتي ويبارك فيك. انا بعزك جدا يا دكتور. الله يبارك فيك يا بنتي. برنامج ده وبستفيد من حضرتك جدا. ربنا يا بنتي يجعل هذه البرامج وامثالها فائدة للجميع وليا اولا ان شاء الله. اتفضلي يا بقول لحضرتك يا دكتور عمر. اتفضلي. انا متجوزة بقالي سنتين ومخلفة. بس انا وجوزي ما بنبطلش خناق على طول. الله اكبر ما شاء الله. مين يعني العصبي فيكم؟ انت ولا هو ولا انتوا الاثنين؟ احنا الاثنين. ما شاء الله. الله اكبر. بس هو دكتور يعني هو كريم جدا جدا، طيب جدا، حنين جدا، وكويس قوي، ما فيش اكرم منه. بس وبيعزني قوي، وانا عارفه وانا بعزه قوي قوي. بس يا دكتور واقفين لبعض على الوحده. الله اكبر. امال بيعزك ازاي يعني؟ امال بيعزك ازاي؟ لا هو بيعزني يا دكتور بس، وبيجي يصالحني. بس هو ده راجل كريم، مش عايزه اقول لحضرتك. وفي حد بيصالح حد اللي من دول ده؟ ما شاء الله والله، ده راجل طيب. لسانه يا دكتور. ها؟ لسانه ده بس. وغشيم غشم يا دكتور يعني. لا. هو كبير قوي وطيب، بس مثلا ان جيت اقول له مثلا كلمه حلوه يدخلني في موضوع تاني. مثلا جيت اتكلم معاه باسلوب يعني غشيم قوي قوي يا دكتور. ربنا يديله حاجه. طيب انت طب ما انا مشكله يا بنت. انا طب انا هكلمه ازاي ده؟ انا هتكلم كلمتين ولعل وعسى البرنامج ده يعاد الساعه 10 يوم الجمعه، يا ريت يسمع ان شاء الله. طيب. وقلت له حاجه مثلا يا دكتور يعني احنا بعض على صالحنا يومين نتخانق 10 قصادهم. لا حول ولا قوه الا بالله. وان جيت انا صالحه يتنك علي. وان جه بقى بعد ما انا يتنك علي جه يصالحني انا بقى ازعل ما ارضاش اصالحه. نفضل بقى على المواجهه. ما شاء الله عليك برضه. الله اكبر الله اكبر. طيب حاضر يا خلاص، انا هجاوبك يا بنتي. حاضر، ربنا يهدي الحال يا بنتي ويهديكم انتوا الاثنين لبعض ان شاء الله. أم عبد الوهاب من فرنسا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا بنتي، تفضلي. شكرا ونشكركم على هذه الحصة يا شيخ. أنا عندي مشكل ليس مع زوجي ولكن مع أمه. وهذا يؤثر على علاقتي مع زوجي أحيانا. طبعا.
فهي تقوم بسبي وسب أهلي. هي تمكث معكم في نفس تمكث معكم في فرنسا في نفس المدينة ولا هي في البلاد هناك في الجنوب في الجزائر ولا؟ لا في نفس المدينة. نفس كنت أذهب عندها وأعملها كأمي. لكنها لا تتغير يعني دائما شرسة معك. نعم دائما شرسة معك يعني تقلب الزوج عليك يعني تحاول أن تدخل. في الأول كانت علاقة كعلاقة أم وبنت ولكن السبب هو أني أنجبت طفل أنجبته 7 أشهر وليس 9 أشهر مما دفعها للشك في أنه ليس ابن لا حول ولا قوة إلا بالله. قمنا بالتحاليل ووضحت الأمور كنت متفهمة جدا يا شيخ لكي لا تتوتر علاقتي الزوجية. قمت بكل شيء وذهبت وسامحتها ولكن كل مرة تتهمني بأني السارقة تتهمني بأني خائنة لزوجي. لا مع العلم يا شيخ الله يشهد على ما أقول أن علاقتي وزوجي بعض الأحيان أرى أن أزواج آخرين يغارون منا مع رغم التفاهم والطاعة زوجي لي وأطيع زوجي وأنا أطيع زوجي ولكن المشكل هو ليس مع زوجي. بيتي آمن ما شاء الله ولكن هناك ما يؤثر عليه والسبب هو أن بعض الأحيان أتأثر لأنه لا يريد أن يرى أمه لكن أدفعه أتشاجر معه أقول أمك ثم أمك ثم أمك ولكن لست أفهم لأن ليس لي أحد هنا عائلتي كلها خارج. لك رب العباد يا بنتي لك رب العباد. كلمتها أمي قالت لها لا أريد أن أراها. ذهبت وسمحت وقلت لها رغم ذلك المشاكل تذهب وتأتي وهناك أناس يقومون بتحريض أم زوجي علي لست أدري هل هذه تعتبر غيرة. طيب. زوجي أرى بعض الأحيان أنه في داخله يقول بأنه ليس سعيد لأن الأم والزوجة يعني على خلاف. لست أدري. نعم. ليس طيب يا أم عبد الله أنا أجيبك يا بنتي ربنا يشرح صدرك ويهدي لك أم زوجك إن شاء الله. أبو حمزة من الشارقة السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام مرحبا حبيبي الله يرضى يا شيخنا. انا بغيت استفسر منك على شيء لان بيتي هيتخرب. لا حول ولا قوه. والسبب في خراب البيت هذا ليس بي ولا بزوجتي ولكن بابو الزوجه. ابو الزوجه حصل خلاف بيني وبين زوجتي كعادي كاي خلاف بيحصل. وانا يعني من تعصبت زياده وكان رد فعلي كان زياده. وانا وهي مقيمين في الدوله يعني وبنعمل مع بعض وربنا رزقنا من الاطفال 2 الحمد لله 7 سنين و4 سنين. طيب. ولما حصل المشكلة جابت أبوها زيارة لمدة 3 شهور والرجل كل همه في الدنيا إن هو أنت عايز صالح يبقى لابد أن تقوم بالشروط الآتية. أولا تتنازل عن حضانتك للأم وجوازات السفر معها وتسافر في أي لحظة تيجي وبيخرجوا بدون علمي وبيأتوا بدون علمي وأنا لا أعلم ولا حول ولا قوة ورافعين علي قضية الطلاق ولا يتنازلوا عن قضية الطلاق إلا بمواجبة هذه الشروط. فأرجو منك أن توجه رسالة للأولياء الأمور وللناس المسلمين يا جماعة تعاونوا على البر والتقوى تعاونوا على الاسم والعدوان. بارك الله فيك يا شيخنا ربنا يكرمك وأرجو أخذ رقمك الشخصي أتواصل معاك لأن بيتي هيتخرب. وصلت الرسالة والأرقام في الاستوديو إن شاء الله. بارك الله فيك. أيوة أم عبد الرحمن من عجمان السلام عليكم. فضيلة الدكتور يعطيك العافية. مرحبا أهلا وسهلا. والله دكتور قبل كل حاجة دمت ذخر للإسلام والمسلمين. الله يرضى عنك وعن بركاته. برنامجك رائع وأنت إنسان رائع والله يخليك لزوجتك وعيالك. يتقبل آمين يا رب يتقبل منا. دكتور أنا عندي سؤال لما يكون زوجي غاضب وأنا بصبر على غضبه. يعني لما يكون إنسان مثلا منرفز أو راجع من العمل متضايق أو إيش أنا هان جزائي عند رب العالمين لما أنا أصبر على زوجي. أبشري أبشري. وإيش الطاعة اللي أنا ممكن أعملها أنا وزوجي مع بعض تدخلنا الجنة وتخلينا في درجات عالية من الجنة. الله أكبر عليك ما شاء الله أم عبد الرحمن بورك لك بزوجك وأولادك رب بارك الله. الله يسلمك يا دكتور شكرا كثير لك. يرضى عنكم. أيوة أيوة قائد من النرويج الله أكبر. السلام عليكم قائد. وعليكم السلام. مرحبا أيها القائد مرحبا. الله يحييك يا شيخ. الله يرضى عليك تفضل. أني أحبك في الله يا حبك شيخ. الله رغم أن الجو برد عندك لكن تحبني بدفء ما شاء لا الله. الحمد لله ما بش برد الآن يعني. طيب الحمد لله تفضل قائد. بس لماذا لا نراك في النرويج يا شيخ؟ لا نزور النرويج احنا سبحان الله النرويج يعني أنا نأتي إليكم إن شاء الله
حبوا وليس سيرا على الاقدام ولا ركوب طائره ان شاء الله. اهلا بكم ان شاء الله. تفضل شيخ. انا تزوجت قبل تقريبا 5 أو 6 شهور. طيب. فيعني انت عارف في مؤخر وفي مقدم في الزواج. زوجتي سمعت من شيخ انه المؤخر شيء حرام. ايوه. فهي تنازلت قالت يعني انا ما اشتري المؤخر. ما دفعت المؤخر. لكن 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 انت عندما تزوجتها الزمت نفسك بمؤخر معين. نعم. طيب وكتبت هذا في قسيمة الزواج او في الاستمارة او في الوثيقة. نعم. طيب اصبحت ملتزما بادائها لانك وقعت ان هذا دين في رقبتك. نعم. بس ولكن ليس حراما، هو ليس موجودا في الاسلام ولا في، ولكن اخترعه المسلمون لقلة الذمم وضياع الذمم وخراب الذمم، ونحن نستأمن الأزواج على فلذات أكبادنا، ولكن لا نستأمنهم على بعض من أموال تروح وتجي. لكن طالما وقعت فواجب عليك أن تسد هذا لأنه دين عليك. يعني ما يجوز أنها تستغنى عنه أو والله هي عنه. إذا تنازلت يعني إذا تنازلت بخير وبركة إن شاء الله. بارك الله فيك. وأنا أجيبك قائد برضو إن شاء الله بإذن الله. محمد من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ وعليكم السلام محمد، اهلا وسهلا. اهلا بك يا دكتور. والله انا مقبل على الجواز بعد شهر ان شاء الله. بعد ما سمعت الكلام ده كله ما شاء الله عليك، انت مصمم. طيب. ارجو النصيحه بعد اذن حضرتك. ما شاء الله. المقبلين على الجواز. شوف يا ابني، حاضر وانا اقول لك نصيحه، ولكن انا ان شاء الله الحلقه القادمه ان شاء الله هنعطي محاضره او حلقه عن المقبلين والمقبلات على الزواج ان شاء الله تفصيليه. بكره ولا امتى؟ الاربعاء القادم ان شاء الله. الله يبارك فيك. بحول الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكر الله لك. فاطمه من عجمان، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا دكتور. الله يرضى عنك يا بنتي. لو سمحت دكتور، انا صار لي 2 سنين متزوجه. طيب. وما انجبت اطفال. والمشكله انا علاقتي بزوجي كويسه وما فيها شيء الحمد لله. بس بتصير تحصل مشاكل عائليه عادي بين فتره والثانيه، بسيطه يعني طفيفه. بس المشكله بزوجي انه انسان غير متسامح. يعني تحصل مشكله بسيطه ممكن يهجرني اسبوع ما يحكي معي بالبيت. وممكن يحكي لي روح عند والدتك، انا عندي بس والدتي هون. وعندي اولاد عمام عندي هون. فبحكي لي روحي عند امك. طيب. 3 أيام و4 أيام و أسبوع. طيب. انا بيني وبين نفسي براجع نفسي، بحكي يلا ادوس على نفسي وعلى شان. طيب. بيتي برجع لبيتي. ملتزم يا بنتي، هو يعني ملتزم يعني متدين، يخاف هو الله. انسان مصلي ومتدين وبيخاف. طيب. رب العالمين. وجه ده كلمه ان شاء الله وربنا يا بنتي يشرح صدرك. والمشكله بس دكتور لو سمحت، انا اخر شيء هسه اخر شيء عندي، حكى لي روحي لبيت اهلك شهر، روحي عند امك شهر. علشان انا افكر انما نستمر او لا. دخلنا واسطه خير، اولاد عمامي ما تقبل الموضوع. والدتي بدها تتدخل، حكى لها انا ما عندي تفاهم مع اي حدا غير زوجتي. يعني انا بهاي الحاله شو ممكن تنصحني اعمل يعني؟ حاضر. ما بده اي انسان يتدخل. طيب. طيب. او ما متسامح. شكرا. الله يهدي الحال يا بنت. حاضر. نبدا في الاجابات ان شاء الله. أم عبد الرحمن ابنتها صديقة لها وأمها ملتزمة، وجدت صدفة، ما فيش في الإسلام حاجة اسمها صدفة، قدرا في الصدفة، وجدت تخرج مع شاب ونصحتها البنت فاستحت الأول، وبعدين ثبت أنها ما زالت على العلاقة. أولا من باب المسؤولية أم عبد الرحمن أن تخبري أم البنت، وأنا عندي البنت تمكث في البيت ولا داعي لتعليم الجامعة ولا غيره، ولكن تعليم الفضيلة أفضل من تعليم الجامعة. سلاح البنت إيمانها وليس شهادتها وإجازتها العلمية. سلاح البنت استقامتها وليس المنظر الكذابة. سلاح البنت استقامتها ومحافظتها على دينها وعرضها وشرفها إلى أن يأتي ابن الحلال، وليس ركوب السيارات والخروج والصرمحة يمينا ويسارا. فأنت يعني ربنا يبارك فيكي، ابلغي، لانك انت لقد يعني لا نتمنى لاي بنات المسلمين لو حدث معنا هذا الامر لقمنا بنفس الايه النصيحه. بنتنا اخلاص من راس الخيمه، زوجها كريم وطيب وكله ما شاء الله، ولكن اللي يهمني بعد ولكن دي ما شاء الله، يقول لك يا شيخ انت ما شاء الله عليك يعني كذا وكذا، ولكن المهم بعد لكن دي غشيم ولسانه يعني فلت منه ويرفض الصلح. والله يا بنتي ادعو الله سبحانه وتعالى دائما بان يشرح صدره ويسر امره
ويعني يتولاه وينزل السكينة عليك وانت تكوني صدرا حنونا، ولكن من اسمك نصيب ان شاء الله في اخلاصك باذن الله رب العالمين. ام عبد الوهاب من فرنسا، لا مشكلة بينها وبين زوجها، لكن مشكلة بينها وبين ام الزوجة. يبدو ان انا اليوم وضعت يدي في مفتاح الكهرباء، يعني يبدو هذا دي مشاكل اليوم، يعني اليوم حاجة خاصة، الحلقة يعني مرعبة بصراحة، يبدو ان عندنا مشاكل كثيرة، ان ام زوجها تؤثر على علاقتها بزوجها لدرجة انها انجبت ولد عنده 7 شهور. ما فيهاش مشكلة، ممكن تنجب بعد 7 اشهر، لكن وهي بدأت تعاملها كأمها، ولكن للأسف هذه يعني تؤثر على طبعا التعامل. يا ابنتي اعتبري ان كل واحد له بلاء، وطالب ان زوجك رجل محترم ورجل فاضل وكريم ولا يسيء اليك، فاستثمري علاقاتك مع زوجك، ولا داعي لزيارة هذه الإنسانة التي تسيء إليك، وأنها تقول لا تريد أن تراكي وخلاص، ما فيش مشكلة، يعني لا مشكلة لأنها ليست راحما لك. ابننا أبو حمزة يعني أن الأب جاء لحماه، يعني والد زوجته جاء ليصلح، فجاء ليشترط شروطا ورفع عليه قضية طلاق، وتخرج الزوجة بدون علم. طبعا ده أب مهرج، ده أب عايز علاج نفسي، مهما يكون السبب الزوجة طالما عقد الزوجية موجود لا تخرج من بيت الزوجة إلا بإذنها، فإذا خرجت بدون إذن زوجها فالفقهاء يقولون سقطت نفقتها، لأن هو البيوت يعني مش وكالة من غير بواب، في عقد زوجية يبقى في شروط، في شروط، والأب من رجل يكون حنون كبير عاقل يجمع الشمل ينصح بنته، وبعدين كل واحد نزوج البنت تجيب ولد واثنين ونجي احنا يا كبار نخرب عليه نخرب عليهم، ربنا يهدي الحال. والله احنا يبدو البيوت الامنه، هنطول احنا في البيوت الامنه ان شاء الله في المشاكل. ولدنا قائد من النرويج متزوج من 6 اشهر، وقلنا له على موضوع المؤخر ان هو ليس في الاسلام مؤخر، ولكن اذا كتب وقع عليه وجب ان يرده. محمد من دبي، قلنا ان احنا وعدنا ان احنا هنعمل حلقة عن المقبلين على الزواج. فاطمة من عجمان من 2 سنة متزوجة، عندها يعني مشاكل بسيطة، والزوج غير متسامح ويصمم انها تذهب عند اهلها، ليس لها الا امها، وهو يريد الا يتدخل احد. انا اقول لك يا ابن الحلال اتق الله، لو كانت اختك ماذا كنت تصنع؟ ولنا في الحوار بقية إن شاء الله، ولكن في الحلقة القادمة إن شاء الله. سعدت بكم، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمن بيوتنا وأن يكف يد الشر عن أبنائنا وبناتنا في مشرق الأرض ومغربها، وأن يرقأ دماء أبنائنا وبناتنا في سوريا الحبيبة، وأن لا يجعل لظالم على مسلم سبيلا، إن ربي على ما شاء قدير. لا تنسوا المصالح الدعاء، ندعو الله لبناتنا بأزواج صالحين وأبنائنا بزوجات صالحات، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.